سيدي هبط. في إطار محاربة ظاهرة المضاربة في أسعار واحتكار السوق للمواد التي تشهد الاستهلاك الواسع لدى المواطنين، خاصة في الوضع الراهن الذي تمر به البلاد، تمكنت مصالح الدرك الوطني بفصيلة تأمين الطريق السيار شرق غرب بشلف هذا اليوم على إثر معلومات من توقيف شاحنة محملة ب 250 قنطار من مادة الفارينة المدعمة من طرف الدولة دون أي وثائق إثباتية، أين كانت هذه المادة مهيئة للاتجار بها بطريقة غير شرعية والمضاربة بها في الأسعار، مع توقيف الشخص الذي كانت بحوزته وفي انتظار نهاية التحقيق والتقديم أمام الجهات القضائية.